مرحبا بكم. اليوم سنتعرف على الدالة ANSI MID STR. سنحتاج إلى المكون T-Edit وبطبيعة الحال دائما T-Button. T-Button ما الذي تفعله هذه الدالة هو أنها تقوم باستخراج لنا يعني substring أو string فرعية من string الرئيسية أو من وسط string الرئيسية. لذلك سنحتاج إلى tmemo، memo تحت فيها المكون الرئيسي وهذه substring، والأخرى تقوم بعمل check. سنبدأ ANSI MID string. ANSI MID string سنقول له edit one.txt تساوي ANSI MID string، وبطبيعة الحال فهي موجودة في الوحدة المخفية أو التي أحتاج إلى إضافتها الآن. system dot str utils. الآن أستطيع أن أقول له بكل بساطة ANSI MID STR. ANSI MID STR ويقول لك أين هي string الرئيسية. ستقول له إنها في الميمو 1 dot text، و الذي أريد إظهاره يبدأ مثلا من أين؟ يبدأ من الرقم، يعني تقول له من أين تبدأ العد؟ من الرقم 5 إلى الرقم 7. من الرقم 5 إلى الرقم 7 سأكتب له نص مثلا رؤوف رحيش hello everyone. سأضغط على الزر هنا. كما ترون أخذ لنا هذا الجزء يبدأ العد. سنبدأ العد. بدأ من الحرف F وهو رقم 1 2، يعني 1 2 3 4 5. بدأ من 5 ثم 6 7 8 7، يعني هو أين توقف، ثم يعني ليس أين توقف بل كم عدد الحرف التي مشى بها. يعني هنا 1 2 3 4 5 6 7، عدد الحروف التي يتقدم بها هو 7 حروف، يعني العدد هو 7 حروف التي يمشي بها. إذا قلنا له ابدأ من الرقم 1، فلكي تفهموا أن string ليست مثل الأراي فهي تبدأ من العد من الرقم 1 بدون أي مشاكل. hello everyone لو everyone فقط. كانت جيدة. hello everyone، ويقوم باستخراج 1، يعني يبدأ من الحرف 1 وليس 0 based. يعني عندما نقول 0 based أو 1 based فهذا يعني من أين يبدأ العد، فهو ليس 0 based بل يبدأ العد من الرقم 1. أتمنى أن تكون دروس أو معلومات اليوم قد أفادتكم، ونلقاكم في درس آخر إن شاء الله.